نظم عدد من الفعاليات السياسية للأحزاب اليسارية والقومية والحركات الشعبية والشبابية وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني. وردد المشاركون في الوقفة التي شارك فيها ذو عدد من الأسرى هتافات تندد بالظلم الموجه ضد الأسرى في المعتقلات الصهيونية، مطالبين العالم بالضغط على العدو الصهيوني للإفراج عنهم ووقف التعذيب الممنهج بحقهم. وتعددت في زوايا المكان شعلة الحرية التي أوقدها تعبيرا عن رفضهم لسياسات الإذلال التي تمارس ضد الأسرى، فيما رفعوا جنازة رمزية في خطوة تعبر عن موت الضمير الإنساني إزاء المعاناة الفلسطينية بحسب كلمات كتبت على النعش. المعتصمون قالوا إن الوقفة تزامنت مع احتفال الفلسطينيين في الداخل والشتات بذكرى الأسير لتوجيه أنظار العالم لرؤية الظلم والاضطهاد الذي يمارسه الكيان العدو الصهيوني في حق الأسرى والمعتقلين، لأنه ما في حد واقف معهم ولا حد بيساعدهم، فلازم نعمل إشي يعني نسمع صوتنا لهالعالم. وهاي الأسرى اللي أعدادها بتزايد مستمر وبتعاني وبتدفع ثمن عمالة البعض وبتدفع ثمن احتلال غاشم له أكثر من 60 سنة، وتخاذل مجتمع دولي وصمت مريب اتجاه قضية الأسرى، وتخاذل أيضا النظام الرسمي العربي. نحن نقف اليوم ليس تضامنا مع الأسرى، بل نضالا جنبا إلى جنب إلى جانبهم لتحقيق حريتهم التي يسعون إليها. الدول العربية ولا حد سائل في القضية الفلسطينية، باعوها من زمان. وتخاذل أيضا السلطة الوطنية الفلسطينية، السلطة الفلسطينية وليست الوطنية، لأن السلطة التي تقوم بالتنسيق مع الاحتلال الصهيوني وعندها أسرى في سجون الاحتلال، هاي لا تعبر عن طموحات الشعب الفلسطيني. من المسؤولين وهالحكام إنهم يسمعوا. آلاف الأسرى اللي بيدفعوا ثمن تخاذل أمة وبيدافعوا عن كرامة أمة كان موقفها مختلف. كان لما بتوجد صهاينة ضالين في أراضينا الفلسطينية ما بتقوم بتسليمهم بأمان لمراكزهم الأمنية في الكيان الصهيوني. على الهيئات الدولية أن تتحمل مسؤولياتها لما يجري في داخل السجون الصهيونية، وأن تنفذ اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على كل الأسرى في داخل السجون الصهيونية على أنهم أسرى حرب والمطالبة بحريتهم الكاملة. اليوم بصادف ذكرى اليوم الأسير الفلسطيني، عشان هيك احنا نظاماً مع كل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. ثانياً الآن هي في إضراب عن الطعام تقريبا 300 يوم للأسير سامر العيساوي ورفاقه، بالتالي احنا بنشعر انه احنا ضعفاء امام هذا الصمود الرائع اللي عم بيمثله سامر العيساوي ورفاقه في سجون العدو الإسرائيلي. من جهته قال احد الناشطين ان مثل هذه الوقفة تجسد وحدة المشاعر والمصير التي تجمع الشعبين الشقيقين في الأردن وفلسطين، معتبرا أن هذا الحدث يأتي في سياق توحيد المشاعر والهدف ووحدة القضية الفلسطينية. احنا بنطالب جميع منظمات حقوق الإنسان العربية والعالمية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني للتضامن معه ومع أسرانا المناضلين.